بالقاهره، يعني برحب بيك على شاشه صدى البلد. اهلا وسهلا بيك فندم. اهلا وسهلا في البدايه كنا عايزين ناخدها تدريجيا، من انهي مرحله عمريه الطفل ممكن يبتدي يتعامل مع لعبه؟ هو اول حاجه طبعا الطفل من اول سن 3 شهور بيبتدي يحس ان في حاجه بقت حواليه، فبنبتدي احنا نبدا مع الطفل من سن 3 شهور واحده واحده، بنبتدي ننزله، فبنقدم له بقى الحاجات اللي هي تنفع للمرحلة العمرية بتاعته. بنبتدي نعمل حاجة فيها صوت، حاجة بتشخلل، حاجة بتلفت نظره، حاجة بتنور. بيبتدي الطفل يتشد انتباهه. من المرحلة دي بتبدأ فكرة اللعبة عند الطفل، وبعدين الطفل بيرتبط باللعبة أكتر من ارتباطه بالشخص. يعني في البداية هو لسه ما يعرفش أي حاجة عن أي حاجة، فاللعبة بالنسبة له بتبقى أكتر حاجة بتشد انتباهه. فبنبتدي من النقطة دي نطور بقى، يعني هو من سن 3 شهور بعد شوية بقى عنده 6 شهور ابتدى يحفظ اللون ده، ابتدى يعرف الـ دي بتتحرك ازاي، ابتدى اللون ده يشد انتباهه، ابتدى الصوت ده يحبه، الصوت ده ما يحبوش. من هنا بتبدا البدايه. طب انا عشان انمي وعي الطفل حتى وهو عنده 3 شهور يلعب باللعبه لمده قد ايه؟ وهل لو هو ولد يلعب بلعب معينه، ولو هي بنت بتلعب بايه؟ يعني كنا عايزين برضو نعرف تفاصيل. بص حضرتك، طبعا موضوع ولد وبنت ده بيبقى في المرحلة اللي بعد كده، اللي هي من سن مثلا 4-5 سنين، خلاص الطفل أدرك الموضوع. لكن هو في المرحلة الأولانية خالص بنبتدي إن احنا نعامل الولد والبنت زي بعض. تمام. مفيش مشكلة، ما فيهاش مشكلة، ما لهاش أي تداعيات. لا 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 خالص خالص، يعني حتى سن كبير لما يبقى عنده ولد يقول له مسكه كورة، لا لا لا، لو هي لا لا بنت مسكها، لا لا ده فكر عروسة. لا لا، فكر مش مظبوط. ما ممكن الطفل يبقى ولد وبيحب العروسة وبعدين بس عروسه ولد بقى مثلا، ولا يعني ما هي دي لا لا تفصيل عايزين نتكلم فيها اكتر. انت بتعامل طفل، انت بتعامل طفل صغير لسه، الموضوع مش يعني مش ما بيتقسمش ولد وبنت في 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 المرحله اللي هي في البدايه دي الاولى دي. تمام. انما هو طفل وبيلعب، واول حاجه بيعملها الطفل وهو في المرحله دي بيبقى محتاج يلعب. وبيلعب يعني ايه؟ بيتعلم.